السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناه مخ وعضلات. اولا انا حابب اشكر اي حد بيدعمني. الحمد لله القناه من فضل الله بتكبر. هي ممكن تكون صغيره شويه مقارنه بالقنوات الثانيه، ولكن ده عشان محتواها علمي. ولكن انا حابب اشكر اي حد بيعمل كومنتات او بيعمل لايك او بيدعمني ايا كانت الطريقه. يلا بينا ندخل نشوف سبب المشكله. بس طبعا قبل ما نبدا الفيديو، يا ريت ما تنساش لايكاتك المتينه، تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وصلي على النبي. يلا بينا. لو انت ما تعرفش ان في مشكله بين محمد رمضان وسعد المجرد، فهي المشكله دي حصلت بسبب اغنيه انساي. قبل ما اقول ايه الخلاف اللي حصل بينهم، ركز معايا في الحته دي. طبعا انت عارف ان محمد رمضان مصري وسعد المجرد مغربي اعتقد، فالمواقع كتبت ان الاتفاق اللي بينهم على الاغنيه دي، بالمناسبه الاغنيه دي او الكليب ده اتعمل 2019، ولكن المواقع لسه كاتبه الكلام ده من يومين. الاتفاق ده بينص على ايه؟ اول حاجه في الاتفاق ان الاغنيه لما تتعرض على اليوتيوب، طبعا الاغنيه هتجيب هنا فلوس، فالاتفاق ان محمد رمضان هياخد جزء وسعد المجرد هياخد جزء تاني. اللي حصل طبعا بسم الله ما شاء الله، الاغنيه عامله اكتر من 300 مليون مشاهده. فالكلام اللي بيتقال، طبعا الاغنيه دي اتعرضت في القناه بتاعت محمد رمضان، فالكلام اللي اتقال ان الاغنيه دي طبعا اكتر من 300 مليون، فهي اكيد جابت ارباح حلوه جدا. يعني يقال ان محمد رمضان اخذ الارباح دي، او بلاش نقول محمد رمضان شخصيا، الوكلاء بتوع محمد رمضان او الناس اللي هم منوطين بيهم او المسؤولين عن الارباح او الحاجات اللي زي كده، ادوا الارباح لمحمد رمضان بس، وسعد المجرد طنشوه. فمن حوالي يومين كده سعد المجرد خد خطوة بسبب الحكاية دي. الخطوة اللي عملها سعد المجرد ان هو حذف الاغنية دي من على اليوتيوب. طبعا لو انت ما تعرفش المعلومة دي، اي حد عنده القدرة ان هو يخاطب اليوتيوب، لو صورته محطوطة في فيديو وفي شخص بيتكلم عليه بطريقة وحشة او ايا كان، يعني المهم ان بيثبت ملكيته للفيديو ده بطريقة او اخرى. فسعد المجرد فعلا خاطب اليوتيوب، وهنا اليوتيوب شال الاغنية فعلا. طبعا هنا مواقع التواصل الاجتماعي ابتدت تتكلم ان في مشاكل حصلت بينهم وخناقات، علشان كده الاغنيه اتشالت من على اليوتيوب. وبعديها في خلال يوم واحد، الكلام برضو اللي اتقال ان هما الاثنين خلاص اتصالحوا والمشكله انتهت، فعلا الاغنيه رجعت تاني على اليوتيوب. طيب لو جينا فكرنا مع بعض كده، هنلاقي ان في حاجه غريبه شويه، ان اغنيه قديلها سنتين وبعد كده تحصل المشكله دي. واحنا ممكن في مره نبقى نحلل شخصيه سعد المجرد ونشوف هل فعلا هو كشخص ممكن ان هو يعمل حاجه زي كده ولا لا، ولكن هي حاجه ممكن تكون مش منطقيه شويه. ناس كتيره جدا عملت فيديوهات على اليوتيوب واتكلمت في ان المشكله اللي حصلت بتاعت اغنيه انساي دي او كليب انساي حصلت قبل الفيديو بتاع محمد رمضان اللي عمله ونزل ترند بتاع لعبة فري فاير اللي هي عاملة زي كول اوف ديوتي او ببجي. فناس كتيرة برضو اتكلمت ان ده حوار عامله محمد رمضان علشان الكليب ندخل على القناة ونشوف انساي اتشالت ولا لا، فبالتالي نشوف اخر فيديو عنده، خصوصا زي ما قلت لكم ان هو ترند حاليا، فبالتالي نتفرج على الفيديو اللي هو بتاع فري فاير. طبعا الفيديو دوت اكيد هو واخد عليه اجر، لان ده يعتبر فيديو دعائي، وخصوصا ان اليوم اللي اتشالت فيه اغنية انساي هو نفس اليوم او اليوم اللي بعده على طول، في اخر اليوم بالليل تحديدا نزلت الاغنية اللي هي بتاعه فري فاير. فهنا طبيعي اي بني ادم في الدنيا هيدخل هيشوف هل فعلا اغنية انساي اتشالت ولا لا، هيدخل على القناة بتاعه محمد رمضان غصبا عنه، هينزل له فيه اخر فيديو موجود اللي هو بتاع فري فاير. ففي ناس معتقده ان ده كله حوار مش حقيقي، بس علشان الفيديو بتاع فري فاير يشتغل وفلوس، يعني حركات تجاريه وكده يعني. فمستني تعليقاتكم في الكومنتات، هل انت متوقع الكلام اللي انا بقوله ده صح، ولا متوقع ان هي صدفه وفعلا حصل مشكله بينهم ولا لا؟ وبس، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. سلام.